أفرغت تدابير الحجر حدائق الحيوانات الكولومبية من الزوار، غير أن وباء كوفيد-19 كان له أثر غير متوقع تجلى بازدياد الولادات لدى الحيوانات بما فيها الغريبة، ما يبعث بعض الأمل خلال الأزمة الصحية الراهنة، وقد شهدت الحديقة ولادة حيوانين من نوع السرقات ونعامتين وجاموسين وأيل أبيض الذيل منذ رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في كولومبيا في السادس من آذار مارس حيوانات السرقات موجودة من قبل في كولومبيا ولكن بالنسبة إلى بيو بارك هذه ولادة جديدة ولد اثنان من ذكور السرقات ورغم الصعوبات المادية التي تعانيها انعكست فترة الحجر في المقابل Si era nosotros no esperábamos el nacimiento de las avestruces realmente, porque generalmente en nuestro país nacen es por incubadora, no nacen como nacieron acá, que fue natural, donde simplemente colocaron los huevos y las dejamos allí y naturalmente. وتعيش النعامة أكبر الطيور وأثقلها في العالم في إفريقيا أيضا وقد يصل علوها إلى مترين وهي لا تطير بل تجري بسرعة تصل إلى سبعين كيلومترا في الساعة